وللحديث عن التحديات التي يواجهها النازحون في العراق مع قرار الحكومة إغلاق المخيمات وعدم إعمار المناطق المنكوبة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي عمر العجلوني. أهلا بك معنا أستاذ عمر. اهلا وسهلا فيك استاذ عبد الرحمن، وشكرا لك ولقناه الرافدين على هذا الاستضافه المهمه. اهلا بك. بدايه استاذ عمر، يعني هل من المنطقي اعاده النازحين بهذه السرعه دون تامين احتياجاتهم؟ في الحقيقه فان اعاده النازحين الى مناطقهم دون توفير الحاجات الاساسيه لهم سيعرضهم الى نزوح عشوائي واكثر جثامه من نزوحهم السابق في المخيمات، وهذا الامر الذي شهدناه على اثر الاغلاقات المتوالية للمخيمات، وهذا الاجراء ينافي المعايير الانسانيه ويشكل مخالفه صارخه للدستور العراقي الذي ضمنت مادتاه 15 و30 حق المواطنين في الامان وفي المسكن الكريم. يعني اذا اردنا هنا ايضا التحدث عن سيطره الميليشيات على المناطق التي من المفترض ان يعود اليها النازحون لا سيما في الموصل، ألا يشكل ذلك خطرا إضافيا عليهم؟ بلا شك، فإن إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية دون توفير متطلبات الأمن والحماية اللازمة لهم سيشكل خطرا بالغا عليهم، وهناك حالات كثيرة لارتكاب الجرائم ضد النازحين سواء في الموصل التي تشهد نزوحا داخليا كبيرا أو حتى في غيرها من المناطق. ويعني وهنا أود أن أذكر بالمجزرة التي وقعت في قرية الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين بتاريخ 13 الأول من عام المنصرم على أيدي إحدى الميليشيات بعد اختطافها عددا من النازحين المعادين قسرا، وراح ضحيتها 8 مدنيين من النازحين والذين لم توفر لهم الدولة العراقية حينما عادتهم بشكل قسري إلى مناطقهم أي حماية. وللأسف ردة الفعل الرسمية اقتصرت على زيارة لرئيس الوزراء وتشكيل لجنة للتحقيق. أمام ما يحدث سيد عمر، ما هو التوصيف القانوني لما تقوم به الحكومة من إعادة النازحين قسرا؟ في ظل الظروف الموجودة فإن النازحين بالفعل يعني أصبحوا الآن يعني نسميهم بالمنفيين داخل وطنهم، وهذا ما نقلوه لنا بشكل يعني مؤلم وصريح أثناء إعدادنا للتقرير الأخير، حيث وثقنا 20 شهادة لنازحين من مختلف المناطق والمخيمات، أجمع كل النازحين بأنهم يشعرون أنهم ليسوا مواطنين وأنهم يتعرضون لحالة من التمييز البالغة والتي تنال من أبسط حقوقهم وبخاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال الذين لا يزالون تحت وطأة الصدمة من العنف الذي عايشوه، وخاصة في المناطق التي كان سيطرة على تنظيم داعش، ويحرمون أيضا من ضياع سنوات دراسية عديدة. هذا بالإضافة إلى أن النازحين في المخيمات العشوائية يعيشون في ظروف أصعب، فلا يتلقون أي رعاية صحية وتنتشر بينهم الأمراض، وكما أن العديد من أسر النازحين التي كانت تعتمد على العمل اليومي للمعيدين فيها تعرضت إلى حالة من العوز الشديد نتيجة تفاقم نسب البطالة تبعا للإغلاقات التي رافقت جائحة كورونا، وشهدت عائلات النازحين أيضا في الفترة الأخيرة وفي عديد من المناطق انقطاعا كاملا للسلات الغذائية. أيضا يعني الحكومة تقول أن عودة أو أن عودة النازحين كانت طوعية، ما رأيك في هذه المزاعم؟ هل هي يعني محاولة للتهرب من المسؤولية والتهرب من أي محاولة للمساءلة أم ماذا؟ فيما يتعلق بإعادة النازحين فإن الإعادة لم تكن طوعية بحسب ما رصدنا سواء في تقريرنا الأخير أو في بياناتنا العديدة، حيث لا يرغب معظم النازحين في العودة إلى مناطقهم، وهذا الأمر يعود لعدة أسباب، يعني مثلا منها عدم وجود ضمانات في حمايتهم من الهجمات المسلحة، تعطل عملية إعادة الإعمار حيث فقد الكثير من النازحين منازلهم على إثر عمليات مسلحة، بالإضافة إلى غياب الخدمات الأساسية في مناطقهم. وفي الحقيقة هذه الإعادة القسرية تشكل مخالفة صريحة للمبدأ 28 من المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي الصادرة عن الأمم المتحدة، والذي نص فيه هذا المبدأ على أنه يقع على عاتق السلطات المختصة في المقام الأول واجب ومسؤولية تهيئة الظروف وتوفير الوسائل لتمكين المشردين داخليا من العودة الطوعية آمنين ومكرمين إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة،
أو التوتر الطوعي في مكان آخر من البلد، وبالتالي فإنه التصريحات التي تتحدث عن أن هذه الإعادة كانت طوعية ليس لها أي مكان من الصحة وتخالف القانون الدولي بشكل واضح وصريح. إذن في أي إطار يعني يمكن قراءتها؟ لماذا تدعي الحكومة هذه المزاعم بأنها طوعية، هذه العودة طوعية؟ في الغالب هذه المزاعم يعني تهدف إلى التنصم المسؤوليات الملقاة على عاتق السلطات العراقية سواء بموجب الدستور العراقي أو بموجب القوانين الدولية، وهذا الأمر صراحة لاحظناه في الكثير من الأمور سواء في قضية النزوح أو في القضايا الأخرى، كثيرا ما تتنصل للحكومة من الواجبات الملقاة على عاتقها. نعم، إذن الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي عمر العجلوني، كنت ضيفا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.